الحمد لله. كده يا بابا اركو تشوت الكوره من بعيد يا بابا. يا بابا اركو انا معايا شريف اكرامي على فكره. اكرامي معلش مش مشكله يا بابا اركو. لا مبروك عليك، لو شطها 100 مره مش هتجيبها كده. بيقول لك لو شطها 100 مره مش هتجيبها كده يا بابا اركو. انا بتجيب جوان كده لو انت بتفرج. انا جبت مثلا 4 3 جوان. جبت ايه؟ ما احنا شفناك يا بابا اركو جبت جوان كتير بنفس الشكل. يعني لعيب مش في شريف بقى يا بابا اركو. فين في الدوري المصري؟ هنا جبتها هنا في الدوري المصري. ها انا جبت واحد في بيجلا فاول. وجبت واحد في الكروم، كان كروم في الدوري الممتاز. ومبارا، وجبت واحد في سوريا. تمام. طيب انا عايز اسالك سؤال. امبارح لما خدت قرار انك تشوط الكوره، هل كنت شايف شريف مثلا متقدم شويه يعني، ولا انت كده كده كنت هشوطها ومش شايف شريف اصلا؟ انا شايف ان أنا كان هو قدام شويه. الكوره برضو سريعه، انت عارف الكوره دي جابلاني ده سريعه قوي. وانا جربت واحد فاول كان في نص ملعب كده. وانا شايف جامد، يعني الكوره طلع اوت، وانا حاسس انه في حاجه كويسه ممكن اشوط كويس. وانا قبل الكوره ما يجي انا لفت نفسي وشايف انه هو قدام شويه، مش مهم انا اطلع قدام ثاني اشوط من هنا ولا اشوط. والحمد لله جابني جول. طيب خلاص عشان نقفل قصه الجون يا بابا اركو، طبعا مبروك امبارح. كان ليك تصريح مهم قوي يا بابا اركو، قلت ان النادي الزمالك اشهر من النادي الاهلي، الكلام ده قلته فعلا؟ كده امبارح. انا كنت 18 سنه قبل ما يجي هنا. انا بيقولوا ايه قبل ما يجي هنا كنت زمالك معروف كتير في غانا. لكن المره دي مش كلام ده. انا جيت هنا بدي مثلا 11 سنه هنا. وانا عارف اهلي عامل ايه، يعمل ايه، يعمل ايه، يعمل ايه، وليس بيعمل. ما ينفعش تقولوا زمالك احسن من اهلي، لا. لكن كان اسم الزمالك كان معروف في غانا دلوقتي، لكن دلوقتي اهلي طبعا كله واحد عارف. يعني قبل كده انت بتتكلم على قبل كده كان الزمالك متعارف عليه او مشهور اكتر في غانا، انما دلوقتي طبعا الاهلي. عشان انت عارف الزمالك كان بيلعب مع كتبه في فتره كتير. يبقى كان معروف الزمالك، كان معروف في غانا، لكن مش مرة دي اهلي وراتي هناك كتير طبعا عارف قطع فرقه ورباط كتير، يبقى اهلي دلوقتي كبير. تمام. معروف. تمام. بشكرك يا ابو اركو والف مبروك امبارح، جون حلو جدا طبعا، جون جميل، وانت من اللعيبه المميزه جدا في الدوري المصري، وبنتمنى لك التوفيق. انا ابو اركو شايف ان انا كنت متقدم، ما كنت متقدم مش جابها جون. هو جابها جون. انت حاسس ان انت ما كنتش متقدم؟ انت حاسس ان وقفتك كانت صح؟ لا طبعا. طبعا وجهه نظري يعني. ما انا خلي بالك انا بلعب، بص انا واقف فين؟ ما خلي بالك، بص انا احتمالات الشوط من هنا قد ايه؟ انت كنت متوقع ان هو شوط اصلا ولا انا كنت حاطط احتمال اول حاجه يا اما هيعمل ثرو باس لاي حد للي جاي من او هيحاول يروح ويعدي او هشوط. تمام. يعني ده الاحتمال الاخير. الاحتمال الاخير هو الاحتمال الاخير ان هو هشوط طبعا، بس خلي بالك الكوره من بعيد، وحتى لو شاط دي الحته الوحيده اللي انا مش هقدر اجيبها، مش هجيب فيها الكوره لو شاطت في الحته دي، انما في اي حته تانية انا كل حاجه انا مالكها. بس انها تروح في الحته دي طبعا لازم يخش بقى المداخله ويقول لك انا كنت شايف وبتاع. طيب يعني شايف ان هو بيبالغ في القصه دي؟ اكيد يعني خلاص كسبوا، اكيد وكسبوا الاهلي، فطبعا ده ماتش الموسم، فطبعا لازم هيبقى في مداخلات ورؤيه وشوطه عادي يعني. طيب تقييم كابتن طارق سليمان مدرب الحراس او مدربك يعني كلمك فنيا ايه؟ قال لك هل انت كنت متقدم، كنت واقف صح؟ كان هو قال ان انت كنت لازم تحط احتمالات شوط اكتر من كده، ولو كنت انت متاكد انه شوط كنت لازم ترجع خطوتين ورا عشان تبقى مالك الجون كله. طيب يعني الراجل هو بيتكلم لا صح؟ لا خلي بالك كابتن طارق تقييمه يعني انت بتتكلم ان احنا مش عايزينك تصد اللي تتخش، لا انت لو الكوره اتشاطت في الثمانية هي طبعا صعبه وكل حاجه، بس احنا عايزين نوصل لدي، ودي طبعا يعني مش مجرد ان هو يقول لي لا صعبه وخلاص، لا طبعا. وانا برضو عايز كده يعني، انا مش عايز مجرد ان هي اللي تخش واللي تتصد. فانت برضو بيطلب منك انك تعمل حاجات صعبه. تألقت انت في الشوط الاول مباراه امبارح وكنت ماشي كويس قوي، ويمكن الجون ده بقى ناس تختلف ناس تتفق، بس انت حسيت ان انت عملت ماتش كويس ماتش امبارح؟ الى حد ما الحمد لله في المجمل عملت ماتش كويس طبعا، بس بعد يعني بعد مع الخساره خلاص ما كل حاجه بتتنسي يعني. طيب عايزين نرجع بقى لقصه احترافك. انت اتصعدت مع الفريق الاول سنه 2003 تقريبا، حسيت ان فرصتك صعبه في النادي الاهلي في وجود عصام الحضري وكان امير عبد الحميد وكان مين تاني؟ وانا التالت. كنت انت التالت. طب مش مع وقت تصعيدي كان احمد فوزي موجود، بس كان خلاص الكلام ان احمد كان خلاص هيمشي يعني.
بس وانا اتصعدت يعني اتأيدت رسمي 2004. اتأيدت الفريق الاول 2003 كنت لسه ناشئ. 2003 كنت 20 سنه 21 سنه كان لازم اتأيد. حسيت ان فرصتك صعبه مع ان ثالث ده برضو بيبقى قريب يعني ممكن في اي لحظه يخش. ثالث قريب ازاي؟ قريب من قريب قريب للدكه من السكور يعني قريب من ما حصل. وامير اتعور في ماتش الكاس مباراه الشهيره اللي احنا اتغلبنا فيها الاهلي اتغلب اللي شادي وقف يا جول. بس ومن بعديها بقيت حارس تاني وكنت خلاص كنا لعبنا كاس العالم وانا كان امنيتي ان انا اطلع احترف وان انا اخد تجربه زي دي وما كانش عندنا جوان كتير احترفوا كابتن نادر بس فكان